إصابة الفنان الشاب محمد يسري نجل الفنان الراحل إبراهيم يسري بجلطة في القلب. أصيب الفنان الشاب محمد إبراهيم يسري نجل الفنان الراحل إبراهيم يسري بجلطة في القلب، وكتبت شقيقته منشور عبر خاصية ستوري على صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام: ربنا سترها عليك يا حبيبي، الحمد لله على سلامتك يا حبيب قلب، أرجوكم ادعوا لأخويا محمد يسري بالشفاء العاجل بعد إصابته بجلطة حادة في القلب. خالص أمنياتنا بالشفاء العاجل للفنان الشاب محمد يسري. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس يصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحية قصة ثقافة ومعلومة، تابعونا.